حفه رحنا المنصوره بقول لك في هناك بنك بيوزع فلوس في العصر. عصر يا ابني انت هتلحقوا امتى يا ابني؟ ده انتوا هتوصلوا ولا بعد العشاء؟ قولوا لي يا ابني انت كنت بتجري ليه؟ وبنك ايه اللي بيوزع فلوس ده؟ بنك اللي يوزع فلوس عم ناصر. انا كنت بعلم البيه ان هو يستعد لرمضان من الوقت. ينفع ردنا عليه؟ انا ايه اللي هيخليني استعد لرمضان دلوقتي عم ناصر ولسه بدري قوي عليه؟ دلوقتي يا محمد لعيبه الكره دول عشان يلعبوا ماتش واحد بيتمرنوا كام يوم؟ ينفع واحد عم ناصر ينزل يلعب من غير ما يتمرن؟ هيجي له شد عضله يا جدعان، صح ولا لا؟ طبعا طبعا. طب انت دلوقتي استعدت لايه في رمضان؟ احنا جبنا التمر وجبنا السكر عشان بنعمل مساجد بقى وبنقف على الطريق وبنخرب الدنيا. انت مش عارف امتى رمضان؟ مش على شيخ ناصر. طب ليه رمضان يا شيخ ناصر؟ اشمعنى رمضان يعني؟ رمضان ده محمد انا تاجر في الاساس، رمضان ده فرصه عظيمه قوي. يعني انا هحكي على نفسي، انا مثلا كنت اول خطوه في حياتي في بدايه طريق ربنا يثبتنا يعني كانت رمضان. حد عرفني على ناس، رحت اعتكفت معاهم، تمام. كانت نقطه تحول في حياتي كلها تحولت من اول رمضان ده. احنا كتجار بنبص لرمضان ان رمضان ده موسم وفرصه عظيمه. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان رمضان لما بيجي ابواب الجنه كلها بتفتح وابواب النار كلها بتغلق، ودي فرصه عظيمه. وربنا سبحانه وتعالى ليه في رمضان في كل يوم وفي كل ليلة عتقاء من النار، فدي طبعا فرصة عظيمة لأي حد هو مدرك يعني إيه جنة ويعني إيه نار، يعني إيه نعيم ويعني إيه عذاب. فرمضان ده نقطة تحول رهيبة لأي حد فاهم يعني إيه رمضان، مركز وعارف وعايز إيه. عندك فيهم ليلة القدر، الليلة دي خير من ألف شهر، يعني ممكن ليلة ربنا يوفقك فيها بعبادة 80 سنة، بعبادة واحد عاش عمر كامل في ليلة. فرمضان ده هو فرصة. لو انت من دلوقتي زي ما عبد الرحمن قال لك فعلا استعديت وحطيت لنفسك هدف ان انت مظبط اورادك واذكارك وادعيتك داخل رمضان في هدف، ولله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، جه عليك النهار بتقول يا رب انا هل يا رب انا انت جعلتني من اللي اعتقتهم من النار في اليوم ده، دخل عليك الليله، طب يا رب في عتقاء كتير من النار، لو رمضان ده دخل عليك وعدى وانت ما اتغيرتش في مشكله. موسم والناس كلها بتكسب وكلها يعني بتحصد ونفحات. دلوقتي يا عم ناصر سيبك من كل الكلام ده، انا يا باشا هاجي اول يوم في رمضان، اول يوم وهبدا قيام ليل بقى وهقرا لي كل يوم ناوي يعني 10 اجزاء كل يوم من اول يوم في رمضان. يوم واحد رمضان ايه المشكله؟ ازاي يا عبد انت عم كنتش ثانوي عام ولا ايه؟ طالب الثانويه العامه عم ناصر بيذاكر 10 شهور عشان يمتحن شهر واحد بس. ينفع واحد يجي يوم الامتحان الصبح يقول لك انا هذاكر في نص ساعه الفيزياء مثلا واخش امتحن؟ لا طبعا لا، 10 شهور ده الصحابه يا محمد كانوا بيقعدوا قبل رمضان بست شهور يستعدوا ويدعوا اللهم بلغنا رمضان واستعدوا بالعباده. ست شهور نص سنه. ايوه يا عم، موسم عظيم يا محمد. تقول لي يوم واحد رمضان يا محمد؟ انا دلوقتي اقتنعت وكله تمام، ازاي بقى استعد لرمضان من دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، النبي اللي هو النبي اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، كان بيستعد لرمضان في شعبان. مش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مناصر السيده عائشه بتروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في مثله من الشهور الا رمضان. ليه بقى؟ العلماء قال لك عشان حاجتين. اول حاجه ان شهر شعبان ده شهر رفع الاعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم احب ان يرفع عمله وهو صائم. الحاجه الثانيه بقى قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعد لرمضان، اللي زي ما قلت لك ان طالب الثانويه العامه اللي بيذاكر 10 شهور ولعب الكوره بيتدرب كام يوم علشان يلعب ماتش واحد ساعه ولا ساعه ونص. دلوقتي يا عم ناصر انا راجل عملي، اشتغل لي يا باشا على ارض الواقع وقول لي اعمل كذا كذا، ازاي استعد؟ بص يا محمد، رقم واحد النيه. الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات. لازم الاول يبقى عندك نيه ان انت تستغل شهر رمضان. وتاني حاجه هي بقى عم ناصر التوبه. لو انت عندك يا عم تيشيرت مش نظيف، ينفع تحط عليه برفان وتزينه وهو مش نظيف اصلا؟ لا طبعا. لازم تغسله الاول. فانت لازم تغسل نفسك كده من الذنوب وشويه النزوات والغزوات قبل ما تخش على رمضان. ايوه، لو عندك حقوق لحد يا محمد لازم ترده، لان ربنا سبحانه وتعالى بيسامح في حقه لانه هو الرحمن الرحيم. ولكن حقوق العباد لازم ترد. صح، حقوق العباد لازم ترد. لو شتمت حد او لو خدت حاجه من حد، حق مادي او معنوي، لازم ترجعه لصاحبه. انا يا باشا عايزك تعطيني حاجه ثابته، حاجه زي جدول كده امشي عليها. جميل جميل. في حاجه اسمها محمد اوراد الاستعداد. اوراد الايه؟ الاستعداد. ايه اوراد الاستعداد دي بقى؟ صلى على النبي. عندك 5 صلوات اللي هم الفرائض،
عندك 12 ركعه سنن رواتب جلابيت في الجنه، وعندك قيام الليل لو ركعه واحده بس، وعندك اذكار الصباح والمساء، وخامس حاجه وهي ورد القران صفحه او صفحتين في اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. طب وانا الان فين بقى خطه اوراد الاستعداد دي؟ هتلاقينا عاملين لك جدول جميل جدا كده وعسل زيك كده، هتلاقيه في الوصف مجاني. توكلنا على الله. هتموت من الضحكه يا فتحة بقى. جري خفيف. يلا 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 ما تجيبش الشباش. نرحل فيه. بقول لك عم على الصح شوية. تقول لي يوم واحد رمضان يا محمد. فوق يا محمد. انت بتاعت اخوان عم رمضان. دي جيب الامتحان الصبح. حلوة دي.